مساء النور والبركة، نشرة الأخبار من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. تمديد عمل مركز قصر الحوريات ليومين، انضمام مئات المطلوبين إلى التسوية في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي. مع سريان الهدنة الجديدة، الهدوء الحذر يخيم على السودان عشية انعقاد مؤتمر دولي برعاية سعودية. تدمير عشرات الدبابات والمدرعات وتصفية 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم. انضم في الساعات الماضية المئات من أبناء منطقة الصنمين وما حولها بريف درعا الشمالي إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بمحافظة درعا، وأوضح مصدر في الجهات المختصة أنه تم تمديد استقبال المطلوبين في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا ليومي الأحد والاثنين لجميع المناطق. أنا من درعا من اللجاجة، يعمل تسوية عسكري فراري، إجراءات تمام الحمد لله، إنه بيجوا يعملوا التسوية ويرجعوا لخدمتهم. جاي يعمل التسوية من درعا، من جاسم، من مدينة جاسم، إجراءات تمام، كله تمام التمام. تسوية يعني فرصة هاي ذهبية من سيادة الرئيس، بدعوهم إنه يسوي التسوية لأنه هاي آخر فرصة. من درعا المنشية، عم ساوي تسوية من شق، الأمور بتمام الحمد لله، وإن شاء الله سوريا بخير. جيدة جدا لصالح كل العالم. واللي ما سوى تسوية يجي يسوي تسوية لأنه أمان إله لأهله. أوضحت الخارجية في كازاخستان أن الجولة 20 من مباحثات أستانا التي ستعقد يومي 20 و21 من الشهر الجاري ستبحث التغيرات في الوضع الإقليمي بشأن سوريا والوضع على الأرض والجهود المبذولة نحو تسوية شاملة في سوريا ومكافحة الإرهاب. ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية قولها إن الجولة ستعقد بمشاركة سوريا، روسيا، إيران وتركيا وما سميت المعارضة السورية ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن، لبنان والعراق. وقالت الوزارة إن الجولة ستناقش الوضع في جميع أرجاء سوريا فيما يتضمن جدول الأعمال التغيرات في الوضع الإقليمي بشأن سوريا والجهود المبذولة نحو تسوية شاملة ومكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة، كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الوضع الإنساني. عشية انعقاد مؤتمر دولي برعاية سعودية تشهد المدن السودانية هدوءا حذرا مع بدء سريان الهدنة التي تستمر 3 أيام. ووفق بيان سعودي أمريكي، اتفق طرف النزاع ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع على أنهما سيمتنعان عن التحركات والهجمات خلال فترة وقف إطلاق النار. هذا وتهدف الهدنة الجديدة إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المقدر عددهم بنحو 45 مليون نسمة. ووفق تقديرات الأمم المتحدة يحتاج 25 مليون شخص للمساعدة العاجلة، مع نقص في المواد الغذائية وتوقف 3/4 المستشفيات الواقعة في مناطق القتال، فيما نزوح أكثر من 2,200,000 شخص. صادقت حكومة الاحتلال على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى 2 فقط. وينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على 2 مرحلة فقط، الأولى للتخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على 3 مراحل الأخرى، ما سيسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا من دون موافقة المستوى السياسي. من جهته رد الوزير الفلسطيني حسين الشيخ بمقاطعة اجتماع مقرر غدا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
كشف تقرير صهيوني أن ما سمي لواء النخبة جولاني في جيش الاحتلال أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات على سيناريو مواجهة حزب الله اللبناني لدى توغله المفترض داخل الكيان الصهيوني. إذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل. لا يحتاج الأمر كثيرا من التحليل، عودة خاطفة لما جرى جنوب لبنان هناك، حيث حاكت صفوة من المقاومين سيناريوهات عملياتية كبرى فعلت فعلها وهزت عمق الكيان وأمنه، ليأتي التقدير الاستراتيجي صائب التشخيص حيال ما يمكن وصفه برد الاعتبار ليس إلا أقلها أمام مستوطنيه الخائفين. قلق سببه حزب الله حين حاك بمناوراته تدمير الجدار والعبور إلى الجليل، استدعى من الكيان محاولة المجاراة، سيناريو إسرائيلي وصفه منفذوه بغير المسبوق. لواء النخبة جولاني يتدرب على مواجهة حزب الله داخل الأراضي المحتلة، أي إذا ما قررت المقاومة التوغل. صحيفة يدعوت أحرنوت دخلت على خط توضيح السيناريو رغم وضوحه لتفيد أن مقاتلي جولاني مارسوا الشهر الماضي أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش الإسرائيلي، وهو القتال لساعات عدة ضد قوة حزب الله. الضربة الأولى ستكون لحزب الله في الحرب القادمة، قوات النخبة من وحدة الرضوان ستقودها. تقديرات للكيان أن السيناريو ليس نظرياً بعد القدرة التي أظهرتها المقاومة مؤخراً، خاصة أن توغل الحزب داخل الأراضي المحتلة وصل عمق 70 كيلومتراً دون أن يتم رصده. سيناريو صعب التدرب عليه وتنفيذه. مرحلتان من التدريبات، في الأولى تطلب الأمر تحديد مكان عبور عناصر المقاومة الحدود، والثانية تضمنت التدريب للسيطرة على المنطقة حتى الأراضي اللبنانية وعبور الحدود شمالاً. وكجزء من التمرين سار جنود الاحتلال لمسافة 80 كيلومتراً. مؤشرات واضحة أن مناورة حزب الله لم تقرأ بالحدث العادي في الكيان، تنطلق من التصاعد الكبير في خطاب التهديد والوعيد المنطلق من قادة الاحتلال في المستوى السياسي والمستويين الأمني والعسكري، تصريحات حملت تلويحاً بوضع كل الخيارات على الطاولة في التعامل مع إمكانية نشوب مواجهة مع حزب الله الذي لم يتوانى عن الرد على هذه التهديدات. أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 750 جندياً أوكرانياً خلال اليوم الماضي، مضيفة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلاً و35 دبابة مدمرة و33 عربة مشاة قتالية على محوري زاباروجي وجنوب دونيتسك، وفي عموم المناطق تم إسقاط 18 مسيرة. كل محاولات العدو للهجوم على محور زاباروجيا الذي شهد المعارك الأكثر شراسة باءت بالفشل، فيما صدت القوات الروسية 4 هجمات على محور جنوب دونيتسك. كذلك تم القضاء على 210 جنود أوكران خلال صد 8 هجمات على محور دونيتسك وعلى محور كوبيانسك وكراسني ليمان. تم تحييد 4 مجموعات تخريبية أوكرانية، وبلغ عدد إجمالي القتلى نحو 130 فردا. وعلى محور خيرسون بلغت خسائر كييف أكثر من 30 قتيلا. كذلك نشرت الوزارة مشاهد من عمل أطقم مروحية التمساح K-52 وهي ترصد حركة ناقلة جند معادية ومن ثم استهدافها بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدمير معدات القوات الأوكرانية التي كانت تتحرك بسرعة عالية على أحد محاور دونيتسك. Чуть-чуть сопряжение пробери.
رفضت بكين التقارير الغربية عن أعمال استفزازية للجيش الصيني، وأكدت أن أي نزاع عسكري محتمل مع واشنطن لا يحدث إلا بسبب أنشطة الجيش الأمريكي قرب أراضي الصين، والتي شهدت بدورها وصول أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي. في أول زيارة بعهد بايدن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يحط في مطار بكين وسط فتور شبه تام بالعلاقات الثنائية وآمال أمريكية ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم. حسب ما أفاد البيت الأبيض، الزيارة المستمرة ليومين هي جزء من جهد طويل المدى، وهي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات. وعلى خلفيتها يصبح بلينكين أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصب الرئاسة. جدول الزيارة يتضمن سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من دون تحديد ما إذا كان سيلتقي الرئيس شي جينغ بينغ أم لا. ووفقا لمحللين، قد تتعدد نقاط الخلاف بين القوتين اللتين تخوضان منافسة شرسة من أزمة تايوان، مرورا بالمطالبات الإقليمية الصينية في بحر الصين الجنوبي، وصولا إلى معركة الرقائق الإلكترونية. الولايات المتحدة لا تتوقع أي انفراجة في العلاقات مع الصين خلال زيارة بلينكين لها. بلينكين يوضح خلال زيارته للصين السياسة الأمريكية التي تنتهج بلاده بموجبها دبلوماسية نشطة في إدارة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. كبير الدبلوماسيين الأمريكيين صرح للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن أن أحد أبرز أهداف الزيارة هو تجنب الحسابات الخاطئة مع بكين وفتح خطوط اتصال مباشرة تمكن الجانبان من إدارة العلاقات بشكل مسؤول وفق زعمه. من جهتها، خلصت الخارجية الصينية أن باب بكين مفتوح دائما للحوار، لكنها شددت على وجوب تخلي واشنطن عن وهم التعامل مع الصين من موقع قوة وتطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة واحترام الخلافات. زيارة علت أصداؤها في محاولة لإذابة الجليد الدبلوماسي بين أكبر اقتصادين في العالم، وفي وقت ينتظر العالم تعاونا ملموسا ينتقل الجانبان أمام وسائل الإعلام من خطاب الغضب إلى محادثات أكثر رصانة خلف أبواب مغلقة، سوف تتطلب مع الوقت دبلوماسية عالية لضمان عدم تحولها إلى مواجهة أو نزاع. إلى العناوين: تمديد عمل مركز قصر الحوريات يومين، انضمام مئات المطلوبين إلى التسوية في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي. مع سريان الهدنة الجديدة، الهدوء الحذر يخيم على السودان عشية انعقاد مؤتمر دولي برعاية سعودية. تدمير عشرات الدبابات والمدرعات وتصفية 750 جندياً أوكرانياً خلال يوم. شكراً لكرم المتابعة، بأمان الله.